نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وبنفس النتيجة 1-0. خسر الأهلي أمام المصري وفاز الزمالك على المقصة رغم طرد بن شرقي، وفاز بيراميدز على المحلة رغم إضاعة ضربة جزاء لنجمه عبد الله السعيد، وأصبحت قمة الدوري مشتعلة بين الثلاث فرق. خلونا نعرف يعني التفاصيل كده ونتكلم عن الخسارة الأولى للأهلي والمستوى المتذبذب وبصمة فريرة مع الزمالك. هنتكلم مع الناقد الرياضي أيمن بدرة. صباح الخير عليك أستاذ أيمن، وتقول لنا كده يعني لغز مستوى النادي الأهلي سواء في ماتش الاتحاد أو كمان في الماتش امبارح مع المصري، ومسألة يعني التذبذب اللي حصل في النادي الأهلي، ويعني مباراة امبارح شايفها إزاي؟ صباح الخير على الساده المشاهدين الكرام. كل عام وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير. ايام رمضان يعني بتمر سريعا. امبارح طبعا كان في مباراه ما بين الاهلي والمصري، مباراه مهمه، وبالطبع كان على الطرف الاخر كان عند الزمالك والمقصه زي ما حضرتك اتفضلت في البدايه. الفريقين في نهاية الجولة دي تساوى، كل واحد منهم عنده 31 نقطة، لكن الأهلي أقل مباراة لعب 12 والزمالك لعب 13 مباراة. كده بنقول إنه صراع القمة بيشتعل في الوقت اللي الأهلي طبعًا داخل على معترك أفريقي، عنده مباراة مع الرجاء المغربي يوم الاحد المقبل ان شاء الله باذن الله. يعني نقدر نقول ان الاهلي كان بيلعب مباراه امبارح وعقله مع الرجاء. والله هو موسيماني كان بيقول كده يعني بعد المباراه، قال والله احنا عندنا تلاحم مباريات، عندنا مباريات مكثفه ورا بعض، احنا اللعيبه مرهقه، انا عندي اكثر من هدف في بعض الظروف اللي حصلت وده اللي اثر على اداء الفرقه. اتكلم عن حاجات كثيره يعني، لكن ده اجمالا ان هو شايف انه تلاحم المباريات وتلاحقها بيأثر على اللاعبين، لكن بالطبع الراي العام والنقاط وزي ما شفنا امبارح كان في طبعا ملاحظات على التغييرات على الاختيارات، تاخير احمد عبد القادر. هو قال ان احمد عبد القادر اشتكى من اصابه، وده اللي خلانا نفضل انه احنا نضعه على دكه البدلاء. لكن اجمالا الاهلي من بعد الهدف اللي جاب فيه لعيوني اللاعب التونسي اللي بيلعب في النادي المصري، الحقيقه يعني تحويله الكره العرضيه مفاجاه بدون اي رقابه من الدقيقه 8 في المباراه لحد نهايه المباراه اللي استمرت حتى يمكن 6 دقائق بعد الوقت الاصلي، الاهلي تقريبا بلا خطوره بيلعب اداء ما كانش موجود في الملعب. يعني احنا شفنا لعيبه كمان مرهقه بدنيا، شفنا ميس باص كتير جدا في الملعب، وما كانش في وجود للنادي الاهلي، يعني يمكن ما وصلش لحارس المرمى خالص. يعني صحيح يا استاذ محمد، يعني ما فيش طبعا هجمات تنزل بانه الاهلي عنده خطوره او عنده انياب رغم التغييرات. وطبعا الناس كلها ملاحظه ان مكتوماني اللاعب الجنوب افريقي يعني موسيماني مصر على ان هو يشركه رغم انه يعني واضح الفارق البدني والفارق المهاري بينه وبين ناس كتير. تغيير ايضا خروج محمد مجدي قفشه ونزول حسام حسن، الحقيقه في ملاحظات على اداء يعني الاهلي. بس هو مجدي قفشه كان لازم يخرج لانه بطريقه اللعب دي مجدي قفشه كان ميت خالص، مش لاقي مساحه، بيلعب 4-4-2. ما هو طيب ما هو طب وليه الاهلي بيلعب؟ هو ده بقى السؤال. هو ده السؤال فعلا. ليه الاهلي بيلعب كده؟ ما هو ده برضه بيخلينا يعني نسال، انت بتحط لعيبه طريقه لعب لا تتناسب معهم، ولا بتحط اللعيبه وبعدين طريقه اللعب تفرض عليك؟ عموما برضه لازم نحيي النادي المصري ونؤكد ان النادي المصري طبعاً قدر ان هو يخرج بثلاث نقاط. الفريق المصري يعني معين الشعباني قدر يقرا فريق الاهلي بشكل جيد ويوظف العناصر اللي عنده. طب استاذ ايمن، المستوى اللي ظهر بيه المصري يعني يبشر بقى لماتش نهضه بركان؟ بالطبع، يعني هو طبعا اكيد بيدي دفعيه معنويه، نتمنى انها تكون دفعيه معنويه ايجابيه عند اللعيبه، لانه يعني النادي المصري طبعا مشي بشكل كويس في الكونفدراليه، وطبعا ارتقى الى الدور يعني عدى طبعا دور المجموعات،
ومباراته مع نهضة بركان مباراة مهمة جدا. فريق نهضة بركان فريق مش سهل، فريق قوي بيثبت وجوده في البطولة الأفريقية أكثر من موسم، وبالتالي المصري محتاج إن هو يكون عنده تركيز. نشوة الفرحة على الأهلي ما تحدوش أمام نهضة بركان، ده هدف وده هدف آخر. فبالتالي يعني نتمنى طبعا النادي المصري يقدم أداء متميز أمام نهضة بركان ويحقق نتيجة جيدة على الأقل قبل مباراة العودة. وطبعا الأهلي كمان يستفيق من اللي حصل له، وإن كان طبعا يعني في حالة من الاستياء عند جماهيره نتيجة الأداء الباهت اللي كان عليه، لكن طبعا مباراته مع الرجاء مباراة غاية في الأهمية، مباراة تعد مصيرية عظيم. بنتمنى له طبعا استاذ ايمن كل التوفيق، لكن نروح على الجانب الآخر ونشوف ماتش الزمالك. ورؤية حضرتك للمباراة امبارح؟ برضو الزمالك يعني طبعا بعد إضاعة ركلة الجزاء الأولانية يمكن الناس كانت متخوفة، لكن إمام عاشور استطاع أن هو يعني يعزز موقف الزمالك. المباراة مع مصر المقاصة ما هياش سهلة، في المقاصة فريق مش يعني ماشي بأسلوب أو بخطى صعبة، فريق المقاصة عنده مشاكل يعني من فترة كبيرة، لكن الفوز عليه من جانب الزمالك كان برضو بيؤكد انه الزمالك هيشعل المنافسة على قمة الدوري. الزمالك طبعا عمل اكثر من تغيير وعمل طبعا في مرحلة طبعا زي ما احنا عارفين مرحلة بناء عقود جديدة او تغييرات في صفوف اللاعبين وصفقات جديدة، لكن بالطبع قدر فيريرا يؤكد ان هو قادر على ان هو يوجد من اللاعبين اللي عنده عناصر مميزة، ادى حتى يعني مع عودة كيتابالا في اخر دقائق رجع كقائد للفريق وادى دفعة معنوية. الزمالك الحقيقة واضح ان هو عنده تحسن في ادائه وعنده القدره ان هو ينافس على قمه الدوري ويزعج الاهلي بشكل صحيح. طيب يعني هل مساله انشغال الاهلي وبيراميدز في افريقيا يدي مساحه اكبر للزمالك في الدوري؟ يعني طبعا لا، بس هو يعني هو المشكله زي ما قلت لحضرتك ان خلاص دلوقتي الزمالك اصبح متفرغ لهذا الهدف بعد خروجه من بطوله افريقيا، فبالتالي بصمه فيريرا كمان ابتدت تظهر اعتقد. فيريرا قال ان ده هدفنا وان احنا هنركز بشكل كبير جدا على الدوري، وبالطبع عنده عناصر يستطيع خلال الفتره اللي جايه ان هو يثبتها ويقدر ان هو يحقق ماتشاته. عنده طبعا المباراه اللي جايه مع فاركو ممكن سهل جدا ان هو يعني اعتقد بنسبه كبيره ممكن يفوز ويرتقي الى قمه الدوري في غياب الاهلي اللي اتاجلت مباراته زي ما اتاجلت مباراه المصري برضه واتاجلت مباراه بيراميدز علشان بطوله افريقيا. صحيح. الناقد الرياضي ايمن بدر بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.